لا ينكر غازي العريضي ما يجري داخل الحكومة من صراعات تصل أحياناً إلى حد المواجهات الكلامية الحادة، لكنه يضع كل ذلك ضمن لعبة طاولة مجلس الوزراء، حيث كل النقاشات مفتوحة على الكثير من الاحتمالات. بالنسبة إلينا نطرح رأياً وموقفاً حول القضايا التي تطرح، ولكن حصل في فترة من الفترات توتر بين الوزير علي حسن خليل والوزير نحاس والوزير بسيل وبين الوزير علي قانصو وأيضاً الوزير نحاس، يعني وهم ينتمون إلى خط سياسي واحد وبيئة سياسية واحدة. كان أيضاً تباين في التقييم بين وزراء لحزب الله ووزراء للتيار الوطني الحر، يعني المسألة ليست محصورة بنا، نحن نقول رأيا واضحا ونعبر عن رأي الحزب، إذا تجاوز البعض حدودا في طريقة التعاطي سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى السياسي بما نمثل من حضور متواضع على طاولة مجلس الوزراء، نضع هذا الحضور أمام الجميع مثل ما يجب أن يكون. يرفض العريضي مبدأ إسقاط المحكمة انطلاقا من دعوات حزبه لدعمها ومساعدتها رغم إبداء بعض الملاحظات عليها. يعني نحن موقفنا واضح، نحن مع التمويل، لغيرنا موقف آخر. سنرى كيف ستتم بلورة هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، ساعة تأذن يحدد من كل منا موقفه، لكن في النهاية نحن موقفنا واضح، نأمل أن نصل إلى نتيجة يقر فيها التمويل، هذا رأينا. البلاد التي تعيش فلتانا أمنيا واضحا أمر يستنكره العريضي تحت عنوان واحد، إما دولة أو لا دولة. إما أن نكون في دولة والكل يتحدث عن دولة قانون ومؤسسات، إما أن ننبه إلى أن غياب الدولة سينعكس سلبا على الجميع، وأعتقد أن الجميع أدرك في لحظة معينة هذا الأمر. لا يستطيع أحد أن يقوم مقام الدولة، إما نحن في دولة وبالتالي مؤسسات هذه الدولة أمنية قضائية إدارية تقوم بواجبها مع سوريا مع غير سوريا وتعالج كل الأمور سواء خرق على الحدود أو مشاكل أو ما بدأنا نسمع من عمليات خطف، اليوم سمعنا تعليقات على عمليات كلمة للخطف بأنها تذكر بأيام سوداء في لبنان، أكيد لا نريد أن نعود إليها. لذلك تقوم هذه الدولة بمسؤولياتها، وكل مؤسسة من المؤسسات عليها أن تتحمل المسؤولية بالإعلان الواضح عن كل ما يجري. وتعليقا على النائب ميشيل عون الذي أعلن أن مصير الحكومة بيده، يجيب ساخرا: يسلم إيده، هدد سابقا بإسقاط الحكومة، القرار يعود له. له فقط؟ لماذا لم يسقطها؟ له حق ونحن نحترم هذا الحق، هذا القرار يعود له. كل إنسان بيشاور حملته، وهيك عنا بيقولوا بالضياء، شاور حملتك، فيك لا يعمل ما فيك لا يبلغ.